فعندما اقتنع أبناء قبيلة بني صخر وأبناء عشائر الجبور من كلام الفرنسيين إنهم ضيوف عليهم، فخرجوا من بيوت الشعر للاصطفاف لاستقبال الفرنسيين. وعندما أتى الفرنسيين من بعيد واطمأنوا إن أبناء قبيلة بني صخر لا يحملون بأيديهم السلاح، فظهرت هنا الخديعة والغدر من قبل الفرنسيين، فبدأوا بإطلاق النيران الكثيفة من رشاشاتهم الحديثة. فبدأت معركة حامية الوطيس ما بين القوات الفرنسية ومن يدعمهم من أبناء عشائر أخرى وأبناء قبيلة بني صخر وأبناء عشائر الجبور. وبفضل من الله تعالى اندحرت القوات الفرنسية ومن معهم على يد أبناء قبيلة بني صخر، وبالفعل استبسلوا أبناء قبيلة بني صخر وهم يدافعون عن الأرض والعرض والمال، وكان النصر من الله لهم. بعد هذه المعركة أصدر حزب الشعب الأردني وبتاريخ 23/5/1927 بيان شديد اللهجة يندد فيه انتهاك القوات الفرنسية لحرمة الأراضي الأردنية، وأرسلت نسخة من البيان إلى المندوب السامي في القدس وإلى المعتمد البريطاني في شرق الأردن. وكان نص البيان إن تعرض الجيوش لأبناء قبيلة بني صخر في عقر دارها وقتل النساء والأولاد لقد أقام البلاد وأقعدها وجعلها تتحضر لعمل قد يكلف الدولة غاليا، وذلك لا ترتاح له الصديقة بريطانيا. صدر هذا البيان بتاريخ 24/5/1927 في جريدة فلسطين العدد 982 بالصفحة الأولى، وموجود ذلك وموثق في مكتبة الجامعة الأردنية. ونعلم جيدا إن الشاهد على هذا الزمن وهذه الأحداث هو القصيد، فموجود قصيدة موثقة وموثقة لهذه الأحداث في صندوق الوصف في قناتنا على اليوتيوب. هذه القصيدة تشرح أحداث المعركة بالتفصيل وتذكر أسماء الفرسان من أبناء عشائر الجبور وأبناء قبيلة بني صخر الذين كانوا في هذه المعركة واستبسلوا بالدفاع عن اسم وتاريخ قبيلة بني صخر، وذكرت أيضا أسماء من تخاذل ووضع يده بيد القوات الفرنسية ضد هذه القبيلة الكبيرة. بالنهاية وجب علينا أن نذكر الأجيال الصاعدة من أبناء هذه القبيلة بأسماء وبطولات وتضحيات أبناء القبيلة الذين قدموا الغالي والنفيس، لنفتخر ونعتز اليوم بتاريخ قبيلة بني صخر وتاريخ أبناء وفرسان عشائر الجبور. وبالختام لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ووضع لايك أعجبني على هذه الحلقة، ونتمنى أن نرى تعليقاتكم إن كانت بالنقد وإن كانت بالإيجاب. حفظ الله الأردن، حفظ الله جلالة سيدنا وولي عهده الأمين، حفظ الله قبيلة بني صخر، وحفظ الله كل من حمل في قلبه وطنه. دمتم بخير ونشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة. السلام عليكم.